صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة وهي قوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في التكريم التكويني للإنسان. الآية المباركة دلت بشكل واضح على أن الإنسان كرم تكوينا على كثير من المخلوقات. ما هو المظهر لهذا التكريم التكويني للإنسان؟ ما هو المظهر للتكريم في شخصية الإنسان بالنسبة إلى المخلوقات الأخرى؟ النظرية الداروينية ترى أن المائز بين الإنسان وغيره بحيث يعتبر الإنسان مكرماً بالنسبة إلى غيره هو مائز كمي. معنى المائز الكمي يعني أن حجم المخ لدى الإنسان أكبر من حجمه لدى قرنائه من الحيوانات الرئيسيات مثل الشمبانزي وغيره. يكمن الفرق بين الإنسان وهذه القرناء في هذا الكم في حجم المخ، بينما تقدم علم الطب أثبت أن المائز التكويني بين الإنسان وغيره لا يكمن في حجم المخ. يعني إذا قارنا المساحة أو الوزن النسبي في مخ الإنسان مع جسمه، الوزن النسبي بالمقارنة بين مخ الإنسان وجسمه 2%، بينما الوزن النسبي بين مخ الفأر وجسمه 10%. إذن ليس الفارق بين
الإنسان وغيره هو بلحاظ حجم المخ، وإنما هناك مميزات رئيسية أخرى. هناك ميزتان تكوينيتان لمخ الإنسان على غيره من الحيوانات التي تقرن به. الميزة الأولى بنية القشرة المخية الواقعة في مقدمة الفص الجبهي للإنسان، بنية القشرة المخية المسؤولة عن اتخاذ القرارات، المسؤولة عن تحكيم الإرادة. هذه البنية مساحتها النسبية في الإنسان ضعف مساحتها في الشمبانزي الذي هو الأقرب للتشبيه بالإنسان. أيضا مضافا إلى طبقة من الخلايا العصبية الإضافية التي يمتلكها مخ الإنسان دون غيره، الميزة الثانية أن عدد الخلايا الفاعلة في الجسم متساوية بين الإنسان وبين الشمبانزي، ولكن عدد الخلايا الفاعلة في المخ، مخ الإنسان بالنسبة إلى مخ الشمبانزي 3 إلى 4 أضعاف. هذه جعلت المائز التكويني بين الإنسان وبين غيره ليس مجرد مائز كمي، وإنما مائز نوعي. كيف يعني مائز نوعي؟ المسألة ليست مسألة مخ الإنسان ومخ الشمبانزي، المسألة مسألة العقل، والعقل غير المخ. الفرق بين المخ والعقل كالفرق بين النطق والمعنى. شلون الفرق بين اللفظ والمعنى؟ مثلا عندما يقول الإنسان، أنت عندما تقول أنا أحب أبي مثلا، الفرق بين هذه اللفظة أنا أحب أبي وبين معناها الذي يشير إلى الحب الإنساني هو الفرق بين المخ والعقل. هذه اللفظة أنا أحب أبي شيء مادي، وجود مادي، صوت مسموع، لكن معناها، معنى كلمة أنا أحب أبي، هذا المعنى ليس شيئا ماديا، إنه معنى أسمى من المادة وأرفع من المادة. الفرق بين المخ والعقل كالفرق بين اللفظ والمعنى. المخ وجود مادي، أداة من الأدوات يستخدمها العقل. العقل كما يستخدم السمع والبصر يستخدم أيضا المخ. المخ أداة من أدوات العقل. فليس المائز بين الإنسان وبين ما يقرن به من الحيوانات في حجم المخ أو وزنه، وإنما المائز هو العقل الذي يستخدم المخ أداة للوصول إلى مضامينه وللوصول إلى المعاني التي يريد الوصول إليها. المخ وجود مادي، العقل وجود معنوي. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كما ذكر ديكارت في فلسفته، كل مادي متأطر بالأبعاد الأربعة. ما في شيء مادي ليس له طول وعرض وعمق وزمن. كل مادي متأطر بالأطر الأربعة. المخ أيضا شيء مادي لأنه بالنتيجة له طول وعرض وعمق وزمن، بينما العقل عملية التفكير ليست مؤطرة. عملية التأمل، عملية التفكير ليس لها طول وعرض وعمق. عملية التفكير تخترق الزمن، تخترق الأبعاد الأربعة،
تتجاوزها، تتحرر منها. إذن عملية التفكير عملية غير مادية لأنها فوق الأبعاد المادية، متحررة من الأبعاد المادية. لذلك قلنا المخ غير العقل. سر كرامة الإنسان التكوينية، ولقد كرمنا بني آدم. سر التكريم التكويني ليس في المخ، سر التكوين، سر التكريم التكويني في العقل الذي يستخدم المخ أداة من أدواته. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. لاحظوا الآية المباركة، قالت ولقد كرمنا بني آدم، ما قالت كرمنا الإنسان. شنو الفرق بين الإنسان وبين بني آدم؟ الآيات الأخرى تتحدث عن الإنسان، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال في آية أخرى يتحدث عن الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هنا تحدث عن ابن آدم وليس عن الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، كرمناهم بالعقل. ما هو الدليل على ذلك؟ لاحظ بقية الآية، وحملناهم في البر والبحر. كيف استطاع الإنسان أن يتجاوز البر والبحر؟ استطاع بماذا؟ بالعقل، لأنه أعطي عقلا تجاوز البر والبحر، يعني اخترع الوسائل التي يقطع بها البر والبحر. ولقد كرمنا بني آدم، أعطيناه العقل فتجاوز البر والبحر، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، لأنه أعطي عقلا استطاع أن يزرع الأرض، أن يحييها، أن يرتزق منها. إحياؤه الأرض دليل على أنه يمتلك عقلا. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. زين، ليش قال بني آدم؟ لاحظ هذا المعنى. الإنسان منذ متى بدأ الإنسان على الأرض؟ أول إنسان على الأرض من 450 مليون سنة إنسان، لكنه يسمى الإنسان الصناع. الإنسان الصناع ما كان يمتلك القدرة اللغوية التي يمتلكها الإنسان الفعلي. كان عند منطقة بروكا وهي إحدى مناطق المخ اللغوية، لكنها منطقة كانت غير فاعلة. كان يمتلك القابلية لأن يتكلم، لكنه ما تحولت عنده هذه القابلية إلى فعلية، إلى لغة بالفعل. هذا الإنسان الصناع. قبل 350 مليون سنة وجد إنسان نياندرتال، إنسان نياندرتال ابن عم هذا الإنسان. هذا بقي إلى ما قبل 24,000 سنة ثم انقرض. الإنسان نياندرتال يمتلك الحس اللغوي، وظهرت له بعض العلامات والآثار التي تدل على قدراته العقلية، لكن لم يمتلك النضج الذي امتلكه الإنسان المعاصر. الإنسان المعاصر هو ابن آدم. آدم أبونا عليه السلام هذا جاء في الدورة السادسة للبشر، يعني هناك دورات بشرية
عاشت على الأرض وانقرضت وانتهت. الدورة السادسة من الدورات البشرية بدأها أبونا آدم عليه السلام، فجاء أبونا آدم يمثل الإنسان الكامل الذي ملك النضج العقلي، ملك القدرة اللغوية، ملك أدوات الاتصال والتواصل، ملك السمات الحيوية للشخصية الآدمية. لذلك التكريم التكويني بأجلى صوره وأروع مظاهره ما تجلى في الإنسان الأول ولا في الإنسان الثاني، تجلى في ابن آدم. لذلك قالت الآية: ولقد كرمنا بني آدم، هم الذين أعطوا كمال العقل وكمال القدرة على التأثير والتأثر. أعظم شيء ملكه الإنسان الآدمي أن له القدرة على التغيير. القرآن الكريم يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني لهم القدرة على التغيير. الإنسان يمتلك القدرة على التغيير لأنه يمتلك الإرادة، لأنه يمتلك إرادة التغيير، يستطيع بناء حضارة، يستطيع بناء إنجازات علمية. لذلك تميز على غيره من البشر الأول وتميز على غيره من الحيوانات، فاستحق لقب التكريم: ولقد كرمنا بني آدم. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. الآية المباركة عندما تتحدث عن تكريم بني آدم وأنهم كرموا بالعقل، لا تختص الآية بالكرامة التكوينية. الكرامة نوعان: كرامة تكوينية وكرامة تشريعية. كرامة التكوينية هي العقل والإرادة، أعطي الإنسان العقل والإرادة، هذه كرامة تكوينية. الكرامة التشريعية أن الإنسان له حرمة، دمه محترم، ماله محترم، عرضه محترم، شخصيته الحقوقية القانونية محترمة، الإنسان محترم في جميع جوانبه. إذن القرآن الكريم ما يتحدث عن خصوص المسلمين، يقول كل بني آدم لهم كرامة، ليسوا فقط المسلمين. لا تختص الكرامة التشريعية بالمسلمين، كل ابن آدم له كرامة ما دام إنسان مسالم، كل ابن آدم له كرامة. كرامة تكوينية بعقله وإرادته، كرامة تشريعية بأن له احترام في دمه وعرضه وماله ما دام إنسانا مسالما. إذا خرج عن المسالمة أصبح إنسان عدواني، لا كرامة له حتى لو كان مسلما. إذا هو مسالم له كرامة وإن لم يكن مسلما، وإذا تحول إلى عدواني خرج عن الكرامة حتى لو كان مسلما. لذلك تلاحظ القرآن الكريم يركز على كرامة الإنسان، كرامة تشريعية، الحرمة، احترام دمه وعرضه، عندما يقول القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه يحب المقسطين. إنسان لا دين له أما مو عدواني، مسالم، لا ينهاك الله عن أن تقيم معه علاقة بر وعدالة. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. الإنسان العدواني هو الذي لا كرامة له، أما المسالم فله الكرامة. لذلك يقول القرآن الكريم: وقاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني أنتم قتالكم دفاعي لا هجومي، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. زين، بينما الإنسان المسلم إذا خرج عن السلم كما ورد عن النبي محمد المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، إذا خرج عن السلم وأصبح عدواني يقاتل حتى لو كان مسلم. القرآن الكريم يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال: وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما عدوانية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وإن كانت مسلمة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. زين، هنا يأتينا سؤال ونجيب عنه: إذا كان الإنسان، إذا كان القرآن أعطى الكرامة التشريعية لابن آدم مع غض النظر عن دينه، مع غض النظر عن لونه، مع غض النظر عن قوميته، إذا كان القرآن أعطى الكرامة له وقال: ولقد كرمنا بني آدم، ما معنى أن النبي الأعظم، ونحن نحتفل بذكرى وفاته لذلك نتعرض إلى طرف من شخصيته، ما معنى أن النبي الأعظم قتل في اليهود قتلا شنيعا؟ زين، قتل رجالهم، سبى نساءهم، حاصرهم، أحرق نخيلهم، سمل عيون العرينيين، ألقاهم في الصحراء. هل هذا العمل ينسجم مع كرامة الإنسان؟ إذن إذا إنسان يقرأ التاريخ ويجد أن الرسول الذي هو رمز الرحمة كما يقول القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الرسول رمز الرحمة، رمز التكريم، هكذا يفعل، يقتل ويسبي ويسمل العيون ويحرق النخيل، إذن ما يفعله الدواعش إذن له أصل، له أساس. الدواعش يقولون: نحن على سيرة رسول الله، هو الرسول هو الذي بدأ، الرسول هو الذي بدأ بذلك، الرسول هكذا كان يفعل. الدواعش إذن لهم أصل، يعني هذه الدعشنة لها أصل، أصلها من النبي، منهج الإبادة، منهج القسوة، منهج سياسة الأرض المحروقة بدأها النبي، أحرق النخيل حولها إلى أرض جرداء. كيف نجيب عن هذا التساؤل؟ كثير من الباحثين الغربيين المستشرقين يسجلون هذه المؤاخذة على شخصية النبي، أين الرحمة وهو يفعل هكذا؟ أين تكريمه لابن آدم وهو يفعل هكذا؟ زين؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب، انتبه لي جيدا. خلنا نرجع إلى هذه الروايات التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وآله بهذا الحديث. احنا عندنا الآن ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه قاتل بني قريظة، يهود بني قريظة، قاتل بني قريظة، قتل رجالهم،
قتل أطفالهم، سبى نساءهم. هذه الرواية من أين جاءت؟ من اليهود أنفسهم. يعني إحنا مصادرنا الإمامية ما فيها هذه الرواية إطلاقا، هذه الرواية جاءت من اليهود، نفس يهود بنو قريظة بحسب امتداداتهم التاريخية رووا هذه الرواية وقبلها بعض صحاح المسلمين وأوردها. من ترجع إلى مصادر الرواية، عطية القرضي يعني من نفس بني قريظة، محمد القريضي المنتسب إلى بني قريظة، هؤلاء هم أول من روى هذه الرواية أن النبي حاصرهم وقتل رجالهم، بل كشف الأزر. شلون يعني كشف الأزر؟ يعني كل ذكر يجيبوه يكشف الإزار عنه، إذا يشوفه بالغ يقتله، يشوفه طفل يتركه. كشف الأزر. هذه الرواية رواية يهودية، كيف يقبلها بعض صحاح المسلمين؟ كيف تقبلها أرباب الشيعر ومصدرها مصدر يهودي، وتلصق بالنبي صلى الله عليه وآله ليظهر النبي بهذا المظهر؟ إذن الرواية ساقطة سندا، ساقطة طريقا، هذا أولا. ثانيا، الرواية الصحيحة بنو قريظة وبنو قينقاع يهود المدينة، وأولا كانوا من أهل المدينة، كانوا يعيشون في المدينة قبل أن يأتي النبي إلى المدينة. النبي جاء إلى المدينة، أقام الدولة الإسلامية، عقد عقدا وعهدا مع يهود بني قريظة، عقد أن لا يتآمروا على الدولة الإسلامية، أن لا يتعاونوا مع مشركي قريش، يبقوا ضمن الدولة الإسلامية محترمين، لهم شعائرهم، لهم طقوسهم. القرآن يحترم طقوس الأديان الأخرى. لاحظ القرآن عندما يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. يعني لولا أن الله يهيئ جماعة يدافعون عن أماكن العبادة لانتهت هذه الأماكن، ونص على أماكن العبادة صوامع وبيع وصلوات بمختلف الصلوات. يعني القرآن يحترم أماكن العبادة لكل الأديان، ويحترم طقوس الأديان المختلفة وشعائر الأديان المختلفة. يهود بني قينقاع وبنو قريظة جلسوا في المدينة ضمن الدولة الإسلامية، بينهم وبين النبي عهد، نقضوا العهد وتحالفوا مع مشركي قريش مكة، وجاءوا معهم يوم الخندق يوم الأحزاب، وأعانوا مشركي قريش على النبي والمسلمين. فلما نقضوا العهد انتهت الذمة بين النبي وبينهم، النبي جهز لهم جيشا حاصر حصن بني شنو؟ بني قريظة. لما حاصر حصن بني قريظة، الرواية الصحيحة لا قتل 900 مثل ما هم يقولوا، ولا 600 ولا حتى 40، زين؟ النبي قتل، شوف تعبير الرواية، قتل مقاتلتهم، قتل مقاتلتهم، يعني الجماعة اللي منهم قاتلوا بدأوا بالقتال للنبي، هو النبي قتلهم، قتل مقاتلتهم، ما اعتدى على أكثر من المقاتلين، ولا شبى نساء، زين، ولا ذبح أطفال، ولا يوجد في الرواية الصحيحة شيء من ذلك. ثالثاً، هم حكموا سعد بن عبادة، هم بنو قريظة لما حوصروا النبي خيرهم بين ثلاث، إما أن يقاتلوا ينزلوا إلى الميدان، وإما أن يخرجوا من المدينة ولهم الأمان، حتى المقاتلين منهم
لهم الأمان، يخرجوا من المدينة يروحوا أي مكان آخر خارج إطار الدولة الإسلامية. قالوا إحنا لا نقاتل ولا نخرج، إحنا باقين في حصننا. النبي أصر اختاروا أحد الحلين لأنهم نقضوا العهد والميثاق، قالوا بيننا وبينك حكم، نجيب حكم يحكم بيننا وبينك. قال من ترضون؟ قالوا نرضى بسعد بن عبادة شيخ الخزرج في المدينة المنورة، شيخ الأنصار. جاءوا بسعد بن عبادة حكم، قال يقتل مقاتلتهم، اللي قاتلوا النبي يخرجون ويقتلون، والباقي آمنون بنسائهم وأطفالهم. أخرج المقاتلة قتلوا، انتهت القصة عند هذا، ما في شيء آخر. أما أن النبي قتل 600 وقتل 400 وقتل 900 على اختلاف، كلها روايات مصدرها نفس اليهود، نفس امتداد يهود بني قريظة. زين، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أنه أحرق نخيل بني النضير. بني النضير أيضا يهود، أيضا كانوا على عقد مع النبي صلى الله عليه وآله ونقضوا العهد وقاتلوا مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وآله وتآمروا عليه. والقرآن الكريم يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طيب ماذا حصل؟ تجي إلى الرواية مع الأسف اللي يرويها بعض صحاح المسلمين، زين، أن النبي قام بسياسة الأرض المحروقة، حرق النخيل وأصبحت الأرض جرداء ولم يترك لبني النضير باقية، ما ترك لهم نخلة ولا زرعا، سياسة الأرض المحروقة. هل هذا صحيح؟ لا. شلون مو صحيح؟ هل أذكر لك الآن؟ النبي عندما حاصر حصن بني النضير، دول كانوا مرتفعين فوق التل، وكان بين التل وبين النبي نخيل، النبي لا يراهم، النخيل تحجب شنو؟ تحجب الرؤية. فكانوا يرمون النبي والمسلمين بالسهام والنبال، والنبي ما يقدر يدافع. ليش؟ لوجود النخيل الطوال المحيطة بالحصن، ما كان يمكن للنبي وجيشه الدفاع، يرمون ولا قدرة لهم على الدفاع لوجود النخيل الحاجز بين الحصن وبين النبي صلى الله عليه وآله. النبي أمر بقطع بعض النخيل ليتمكن من الرؤية. شنو اللي قطع النبي؟ شوف القرآن الكريم ذكر الحادثة. وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. شنو اللينة؟ عندك نخلة عجوة وعندك نخلة لينة. النخلة العجوة هي النخلة المثمرة المنتجة، النخلة اللينة عقيمة مو منتج. يعني النبي ما قطع نخلة منتجة. وما قطعتم من لينة، شوف القرآن دقيق، وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني النبي ما مارس سياسة إبادة الزرع أو إبادة الغذاء أبدا، قطع النخيل اللينة التي لا تثمر ليتمكن من رؤية الحصن ورد السهام والنبال إلى أصحابها. هذا كل ما حدث بين النبي في قصة نخيل بني النضير. زين، نجي إلى الرواية الثالثة. وما أدراك ما هذه الرواية؟ هذه الرواية الثالثة يرويها صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أنس بن مالك اللي يعتبر بواب للنبي صلى الله عليه وآله. أنس بن مالك يقول أن النبي جاءه العرينيون
شعثا غبرا، قد أنهكهم التعب والفقر. النبي أمرهم بأن يشربوا من ألبان النياق وأن يهنأوا في المدينة بما يريدون. بعد أن شربوا وأكلوا جاروا على الرعاة، رعاة مسلمين حول المدينة، جاروا على الرعاة قتلوهم، أخذوا ما عندهم من الشياه والأبقار، سرقوها قتلوا الرعاة. زين، هذه الحادثة صحيحة، هكذا فعل العرينيون. كلام ردة الفعل التي حصلت من النبي صلى الله عليه وآله، كيف فعل؟ شوف رواية أنس: فأخرج إليهم جماعة فأبصروا بهم، أمسكوا بهم فسملوا أعينهم، يعني العيون طلعوها، فسملوا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم، ثم تركهم في الصحراء يعانون العطش حتى كان أحدهم يخرج لسانه من شدة العطش ويضع اللسان على الأرض على التراب من شدة العطش حتى ماتوا. هكذا يفعل النبي، مصيبة. نبي الإسلام نبي الرحمة هكذا يفعل. صحيح هم أجرموا، قتلوا الرعاة وسرقوا الأغنام، لكن هذا العمل ردة الفعل هل يفعله النبي؟ زين، نجي إلى الرواية، ما رواها أحد غير أنس بن مالك. طيب إذا حدث بهذا الضخامة غير يروي عدة رواة، صح لو لا؟ إذا حدث بهذا الشكل، حدث فريد، ما صار في عالم الإنسانية واحد يجمع جماعة ويسمل أعينهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ويرميهم في الصحراء حتى يموتوا من الظمأ. حدث عظيم، لو كان هذا الحدث وقع لرواه شنو كثرة من المسلمين، لأنه حدث فريد مروع، ما رواه غير أنس بن مالك. زين، هذا وجه لضعف الرواية، إن ما رواها إلا واحد. ثانيا، من نتبع الرواية مصدرها، مصدرها وين؟ زمن الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف الثقفي لما صار أمير على الكوفة كل يوم يتفنن في طريقة في التعذيب، كل يوم يخترع له طريقة. زين، إلى أن خلصت الطرق كلها، طرق التعذيب الموجودة عنده، فاستدعى أنس بن مالك، قال لي عندي جماعة أريد أصفيهم اليوم، زين ما تجيب لي طريقة شرعية لقتلهم، طريقة جديدة، يعني ما أريد قطع الرؤوس، هذا شبعنا منه، قطع الرؤوس ما يفيد، أريد شيء أكثر من هذا، ما عندك طريقة شرعية للقضاء عليهم؟ أنس بن مالك قال هذا ورد عن النبي، وجدت الرواية، أن النبي سمل الأعين وقطع الأيدي والأرجل، فاستحسن ذلك الحجاج وفعله، وقال أفعل ما فعله رسول الله، بعد الرسول وفعل، شلون أفعل ما فعله رسول الله؟ يعني هذه الدعشنة أصل داعش منين؟ من الحجاج، مو أصل داعش من النبي. إذن بالنتيجة وردت هذه الرواية التي لا تنسجم مع أدنى الرحمة، أدنى 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 الرحمة، مو كمال الرحمة، مع أدنى الرحمة، مع شخصية رمز الرحمة محمد. لا تنسجم مع عظمة هذا القائد العظيم الكريم رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك أمثال هذه الروايات، نعم إذا نرجع للقرآن، القرآن أعطى القرآن النبي الولاية، لكن لمن؟
للمفسدين في الأرض، إنما جزاء الذين يفسدون في الأرض شنو؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني أنت لك الولاية أن تحاسب المفسد في الأرض. مفسد في الأرض يعني شنو؟ يعني من هو مصدر للإجرام. واحد مصدر للإجرام مثل صدام مفسد في الأرض، إذا كان مفسدا في الأرض وتوقف ردعه عن الفساد على ذلك النبي له الولاية. أما هذا ما حصل، وهذه الرواية غير صحيحة من قبل أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وهو رمز الرحمة. النبي خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فأمر كل رجل صبيته بأن ينألوا من النبي. خرج الصبية والسفهاء يلقفونه بالحجارة والأشواك إلى أن دميت رجلاه، فاستند إلى حائط يعني جدار بستان ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ويقول القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول صلى الله عليه وآله أول ما جاء إلى المدينة أحد جيرانه من اليهود، كلما خرج النبي ألقى الزبالة في طريق النبي، والنبي ساكت عن ذلك إلى أن فقده. قال: أين اليهودي جارنا؟ قالوا: إنه مريض. فعاذه رسول الله في بيته وطلب له الشفاء والعافية إلى أن أصبح مسلما. هكذا تعامل الرسول بالخلق العظيم بالخلق الرفيع، ولذلك كان رمزا للخلق ورمزا للمحبة ورمزا للسلام ورمزا للتواصل، كما قال القرآن الكريم عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان بأهل بيته أكثر رأفة ورحمة، وكان يقف على باب بيت فاطمة عند صلاة الفجر يطرق الباب: السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة الصلاة آل بيت رسول الله. وكان صلى الله عليه وآله يدخل إلى الدار ويحمل الحسنين في صدره يقبلهما ويكثر من تقبيلهما ويقول: اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما. وكان إذا أقبلت فاطمة ابنته قام إليها وقبل ما بين عينيها وقال: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، ولكنه في هذه الليالي مسجى على فراش المرض والعرق يتصبب من جبينه. دخلت عليه فاطمة الزهراء فرأت العرق يتصبب من جبينه، قالت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم لليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. قال: بني هذا قول عمك أبي طالب، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه
فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دخل علي جلس عند رأسه، دخلت فاطمة جلست عند صدره، والحسنان عند رجليه، وهو ينظر إليهم نظرة مودع. بينما هم كذلك وإذا بطارق يطرق الباب. خرج إليه أمير المؤمنين، قال إن رسول الله مشغول بحاله. وإذا بالنبي يقول: يا علي يا علي، هذا ملك الموت أقبل يستأذن علي ولم يستأذن على أحد من قبلي ولا أحد من بعدي، ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه. ينادي هالبيت النبوة والإمامة، بالله ادخلون على المضاء ألل بالغمامة، أطلب الرخصة من النبي سيد الكونين. نادى النبي: قومي يا فاطم وافتح الباب، هذا الذي ميهاب من حاجب أبوة. يم الحسن هذا المفرق بين الأحباب، وبس هالله هالله عقاب عيني بحسن وحسن. دخل ملك الموت، قال: يا رسول الله، أنا ملك الموت أستأذنك في قبض روحك. قال: افعل ما أمرت به ما أمرت به. علي يمسك رأس رسول الله في حجره، وفاطمة جالسة عند صدره. بينما هم كذلك وإذا به قد غمض عينه ومد يديه ورجليه وسكن أنينه وفاضت روحه الشريفة. أخذ الإمام علي من برد روحه ومسح بها وجهه وقال: اللهم ارزقنا جوار نبيك وشفاعته. ثم التفت إلى الزهراء، قال: يا ابنة رسول الله، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، فلقد فارق رسول الله الحياة. قامت الزهراء انكبت على صدره تنادي: وأبتاه ومحمدا. ساعد الله قلبها. ما هي إلا أيام وإذا بها جالسة عند قبره، والحسن والحسين بيديها: قامك قامك يا أبويا، ما رعوني ما رعوني، وخلاف عينك مرمروني. إيه والله وخلاف عيني، يا 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 مرمراني، ومن البج عليك منعوني، وبرا المدينة طلعوني. إيه والله حتى البج عليك منعوني. قامك يا ابويا نغص العيش، خصوص الذي ما نفذ الجيش، انا يكسرون من الضلع.
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان؟ غواليا صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي. يا الله، اللهم بحق محمد حبيبك وبحق آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.